عرفني عن حالك ونشوف. أنا أحد سكان حي بابا عمر. هلا أنا واقف في مكان مقصف من قبل الجيش السوري. هذا المكان اللي إجت زارته اللجنة. لجنة المراقبين العرب. طيب زاروا كل الحي، زاروا كل المناطق. هني ما غطوا كل المواقع، راحوا على مواقع معينة وآمنة بالنسبة لهم. في مناطق كانت عم تجي منها إطلاق النار من الجيش، رفضوا إنهم يروحوا لعندها، ورفضوا يصرحوا بإنه هذا الجيش اللي كان عم يضرب علينا. نحن محتاج على هالشيء. طيب أهالي الشهداء، أهالي الضحايا، زاروهم كلهم المراقبين أو لا؟ زاروا بعض الحالات ورفضوا كثير يعني زاروا حالتين أو ثلاث حالات بس هون بالمنطقة عنا، ورفضوا كثير من الحالات بعدين يزوروا، المظاهرات رفضوا يروحوا عليها كمان. طيب أنت برأيك هني غطوا كل المناطق ولا لا؟ لا ما قدروا يغطوا المناطق، غطوا المناطق المنكوبة اللي كانت تتغطى إعلامية، والمناطق اللي عم تنضرب وما كان عندها تغطية إعلامية وكانت مقطوعة شبكات اتصال فيها ما قدروا يغطوها. بخصوص الأدوات اللي كانت معهم، شو كانت أنواعها؟ حكوا إنه معهم آلات تصوير متطورة بس نحن ما شفنا شيء، كان التصوير بأجهزة خلوية عادية وبسيطة جدا وما بتقدر توثق هالشيء اللي عم يصير هون. طب حسيت من حكيهم إنه في تعاطف مع الشعب السوري أو لا؟ هني ما كانوا يصرحوا. نحاول نسألهم إنه أنتوا شو شايفين الجيش وكيف انقتل أكثر من حالي صارت قدامهم، حالي إنه انقتل طفل قدامهم قدام المؤسسة تم قنصه من عناصر الجيش ورفضوا يصرحوا بهالشيء، يعني لا هم مصرحين معنا ولا شيء ونحن بنتأمل منهم إنهم يكونوا بصف الشعب السوري، وإن شاء الله يكون تقريرهم لصالح الشعب السوري. يعني أنت حاسس برأيك حاسس إنه ممكن التقرير اللي يطلع منهم يكون لمصلحة الثورة ولمصلحة الشعب السوري أو لا؟ نحن بنتأمل هيك وإن شاء الله يكونوا يشتغلوا بزمي وبضمير ويوقفوا مع الشعب السوري، لأنه نحن ما عم نطلب منهم شيء، نحن عم نطلب إنهم ينقلوا رسالة وينقلوا الواقع اللي شافوه هون، والواقع مبين على كل العالم، هذا قصف دمار على أحياء سكنية ومدنية، هون كان في جثث وشافوا بعينهم هن.